انطلاقة متعادلة سلبيا إلى حدود هذه الدقيقة الثالثة. هذه كرة خطيرة، فرصة للهدف الأول خطيرة، فرصة 1-0 1-0 هدف. والناصر اليزيدي ينطلق بقوة، يبدأ الوكرة بهدف أول في المباراة منذ الدقيقة الثالثة بكرة كانت ممتازة جدا، كانت سريعة. ناصر اليزيدي في وضعية لا يسامح، يضع الكرة في الشباك بعد كرة كانت مدوة. لهذا رفع الراية سعود أحمد. عادت الكرة من جانب كوناتي، خطيرة للبدع مرة أخرى، فرصة للتعادل. بنيران صديقة يعدل، بنيران صديقة يتمكن من التعديل. هدف لهدف، هدف مباغت، هدف من محمد عماد، هدف التعادل لنادي البدع، هدف التعادل مستحق بعد هذه السيطرة. كوناتي مصدر الخطورة، لمسة ممتازة من جانب طارق حامد، يحاول التوزيع ومحمد عماد يباغت الحارس عمير عبد الله السيد. ما عجز عنه مهاجمو، لا وجود لحلول هجومية. خط وسط ميدان نادي البدع متعلق مع كل من إيتيني مارسيل وكذلك سيد أحمد ومحمد كوناتي. وهذه كرة خطيرة، فرصة للثاني. نعم 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 نعم، يأتي الثاني، الهدف الثاني. جوستيك ممتاز، جوستيك عن طريق الهجمة المرتدة، والكرة كانت بذكاء كبير. جوستيك يسجل الهدف الثاني. انحلال دفاعي وانهيار غريب من جانب الوكراوي، جوستيك يلقى المساحة، يلقى الحل. هذه الكرة الملعوبة، الخطا كان موجود، وجوستيك لا يرحم في هذه المنطقة بعد كرة كانت بلا خطا من مدافع نادي الوكرة. جوستيك يضرب ويسجل الهدف الثاني. يتقدم البدع بهدفين لواحد في أقل من 5 دقائق. يعود بقوة، كرة تعود في وسط الميدان. فريد إبراهيم ممتازة، تمريرة خطيرة هذه الكرة، محاولة لنادي البدع، فرصة للثالث، الثالث. نعم يأتي الثالث، الهدف الثالث. فريد إبراهيم يسجل الهدف الثالث لنادي البدع، هدف الضربة القاضية، هدف النقاط الثلاث. فريد إبراهيم يسجل، والبدع يمتع، يبدع، يحقق انتصار خالي وثمين. شوف الكرة ممتازة، كانت الهجمة سريعة جدا، التمريرة أكثر من رائعة. وفريد إبراهيم، أي برودة دم، أي برودة دم من جانب فريد إبراهيم. ترويض، نظرة، فتسديدة، فهدف ثالث لنادي البدع. 3 أهداف مقابل هدف. شوف التعامل، شوف الرصانة، شوف الهدوء والتسديدة. تبعم عمير ركلة الجزاء، كرة الرابعة لنادي البدع. يتقدم عبد العزيز، يضع الكرة في الشباك، الهدف الرابع. 4-1 لنادي الوكرة على إثرها تنتهي المباراة. مشاهدينا متابعينا الكرام، الهدف الرابع يأتي من علامة الجزاء، بصمة عبد العزيز شريف. 4 أهداف لهدف. هكذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه المباراة بانتصار البدع على الموج الأزرق. مبروك للبدع، عرض لك للوكرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، أكيد استمتعتوا معنا بهذه المباراة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية. تصبحون على خير.